بعد توقف دام 40 عاماً على آخر بطولة للسباحة في النيل، انطلق سباق النيل لبطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة بالممشى السياحي بكورنيش مدينة أسوان الجديدة. بعد توقف دام 40 عاماً على آخر بطولة للسباحة في النيل، انطلق سباق النيل لبطولة الصعيد لسياحة المياه المفتوحة بالممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة أسوان الجديدة. السباق شهد مشاركة واسعة من منتخب مصر الوطني للسباحة الطويلة أبطال إفريقيا 2022 بجانب عدد من الأندية الرياضية على مستوى محافظات الصعيد بإجمالي 120 سباحا وسباحة. دي أول بطولة بتتعمل في النيل، بقالنا 40 سنة ما فيش بطولات في النيل، فدي البداية بإذن الله. مشارك 120 سباح وسباحة من كل محافظات الصعيد، مشارك معنا المنتخب القومي لسباحة المياه المفتوحة اللي هو أبطال أفريقيا لسنة 2022. مشاركة متميزة النهاردة لمنطقة الصعيد وعودة لسباق النيل مرة تانية. طبعا منطقة الصعيد بتشارك بمجموعة هائلة جدا جدا. وعبر المتسابقون عن فرحتهم الغامرة بتواجدهم ومشاركتهم في سباق النيل لأول مرة، مؤكدين أن هذا التواجد يخلق مزيدا من اكتساب الخبرات، خاصة وأن البطولة تشهد تنافسا للمرحلة السنية 14 سنة وحتى مرحلة العمومي لمسافة 3 كيلومترات. يعني حسيت تجربة جديدة الصراحة، حاجة لذيذة مختلفة. أول مرة أشارك في المياه المفتوحة إن شاء الله الله، وجاي ان شاء الله حبا في مصر واعمل حاجه ان شاء الله. شاركت قبل كده في سباقات في المنيا، وان شاء الله جاي اخد خبره من المنتخب ومن ال 120 سباح. جاي بطوله المياه المفتوحه ان شاء الله السنه دي، واتمرنا كتير عليها في سواق في النيل ان شاء الله عشان احقق مراكز كويسه، وعشان المنتخب وناخد الخبره من النوادي والمنتخب الوطني. اول مره اجي بطوله اجي اسوان، يعني اول بطوله ميه مفتوحه، الباقي بقى كانت مسافات قصيره في الصعيد، واحنا ان شاء الله دي اول مره نيجي اسوان في ظل وجود المنتخب، وان شاء الله نأدي ان شاء الله معاهم يعني، وهم طبعا مثل اعلى لينا. اول مره نشارك في سباحه بطوله طويله، وطبعا الاجواء جميله جدا، والمنتخب المصري برده ادانا احتكاكات وخبرات هتزود خبراتنا وكده، فشايف ان الاجواء جميله بصراحه. إقامة هذه البطولة في النيل بمواجهة الممشى السياحي بمدينة أسوان الجديدة يضعها ضمن أحد أهم مقاصد السياحة الرياضية، بما يتناسب مع موقعها المتميز وسحر الطبيعة التي تتمتع به هذه المدينة، بجانب اكتشاف المواهب من الناشئين بما يساهم في النهوض بالألعاب الجماعية والفردية.